من هم السلاجقة؟ منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت الدولة الإسلامية تفرض نفسها بقوة بين دول العالم في تلك الفترة، بدءا من دولة الخلافة الراشدية التي توسعت حتى طالت عاصمة فارس وشمال الشام، ثم الأموية التي بلغت حدود الأطلس، ثم العباسية التي وصلت إلى بلاد ما وراء النهر. وقد ظهرت أيضا مجموعة من الدول الإسلامية المستقلة بذاتها والتي حكمت مساحة محدودة من الأرض في فترة محدودة، كدولة المماليك في مصر ودولة الأيوبيين والدولة الغزنوية والسلجوقية وغيرها. في هذا الفيديو سنجيب على السؤال القائل: من هم السلاجقة؟ وسنلقي الضوء على الدولة السلجوقية من جوانب عدة. السلاجقة أو الأسرة السلجوقية هي الأسرة والعائلة التي تنسب إلى رجل اسمه سلجوق بن دقاق، وهو الجد الأكبر للسلاجقة، وهم الأسرة الحاكمة لدولة من أكبر الدول الإسلامية التي ظهرت على الخريطة في العهد العباسي، وتحديدا في القرن الخامس هجري والقرن الحادي عشر ميلادي. ويرجع السلاجقة في نسبهم إلى وسط آسيا، فقد هاجروا من مكان يسمى استبس القرغيز باتجاه الشرق، ودخلوا الإسلام وحاربوا الوثنيين في المنطقة التي هاجروا إليها، ثم فيما بعد دخل السلاجقة الحرب مع الغزنويين وانتصروا عليهم. وبعد انتصارهم على الدولة الغزنوية توسع السلاجقة باتجاه الغرب، وحاربوا وانتصروا على البويهيين، ثم توسعوا نحو بلاد الشام والأناضول والحجاز، وحاربوا البيزنطيين والصليبيين قبل أن يبدأ اتحاد السلاجقة بالانقسام، فظهر سلاجقة الروم وسلاجقة خراسان والعراق الشام بسبب انقسام الأسرة الحاكمة. ومن الطبيعي أن يؤدي الانقسام إلى السقوط شيئا فشيئا، وهذا ما حدث فعلا في القرن الميلادي الثالث عشر. تشير الروايات التاريخية إلى أن المؤسس الأول للدولة السلجوقية هو ركن الدين طغرل بك بن سلجوق، المولود سنة 385 للهجرة، أي ما يوافق سنة 995 ميلادي، وهو الحاكم الثالث من حكام السلاجقة عبر التاريخ. قام طغرل بك بعد استلامه حكم السلاجقة سنة 1916 بتوطيد أركان الدولة السلجوقية، فامتد نحو إيران، دخل أجزاء من العراق، وكان طغرل بك يتبع خانات بخارى الذين خاضوا حربا ضد محمود الغزنوي قائد الدولة الغزنوية، وانهزموا أمامه سنة 1025. فاضطر طغرل بك ومن معه إلى مغادرة خوارزم والسيطرة على مدينتي مرو ونيسابور سنة 1028، ثم توسع طغرل بك حتى سيطر على سائر خراسان. في سنة 1040 قاتل طغرل بك السلاجقة ضد الدولة الغزنوية التي كانت بقيادة مسعود بن محمود الغزنوي في معركة داندنقان، وانتصر عليه وضم إيران تحت راية الدولة السلجوقية. ثم دخل بغداد سنة 1055 وأعلن تبعية السلاجقة إلى الدولة العباسية، وبسبب هذه الأعمال يعد طغرل بك مؤسس دولة السلاجقة الحقيقي، وهو أول من رفع الراية الحمراء بالهلال والنجمة والذي أصبح علم تركيا الآن. وقد استطاع طغرل بك أن يحكم أكبر دولة في العالم الإسلامي آنذاك قبل أن توافيه المنية سنة 455 ميلادي هجري عفوا، ما يوافق سنة 1063 ميلادي. جدير بالذكر أن لكل دولة نهاية ولكل حضارة وقت ازدهار يعقبه وقت انحطاط وسقوط، وغالبا ما تكون عوامل سقوط الدولة في التاريخ مشابهة، فأسباب السقوط واحدة وأسباب الازدهار واحدة. ومن أسباب سقوط دولة السلاجقة أن السبب الرئيسي في سقوطها هو نشوب صراع داخل بيت الأسرة الحاكمة للسلاجقة بين الأخوة والأقرباء من الأخوال والأحفاد والأبناء، قيام الأمراء بإشعال نار الفتنة بين حكام السلاجقة وأبناء البيت الحاكم السلجوقي. ومن أسباب السقوط أيضا عجز الحكام السلاجقة عن توحيد بلاد الشام ومصر والعراق تحت حكم العباسيين، الانقسام بين السلاجقة الذي تحول إلى صدام عسكري مسلح بين أبناء السلاجقة مما أضعف قوة الدولة، محاولات الحاقدين والأعداء في كسر الدولة السلجوقية والاغتيالات المتكررة للزعماء وسلاطين الدولة، دخول السلاجقة في حرب طاحنة مع الأوروبيين الصليبيين القادمين من وراء البحار.